واحد من ابطال هذا الملعب ايضا مهندس احمد عرفه مدير الميكانيك، مش فاهمها قوي، مش عارف اصلا بيعمل ايه، بس اكيد هو بيعمل حاجات عظيمه زي ما انا شايف يعني. طيب باشمهندس عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ برضه احب ان حضرتك تعرف نفسك كاسم وكتايتل برضه. بس حضرتك المهندس احمد عرفه المدير التنفيذي للاعمال الميكانيكيه لشركه دراسكم للانشاء. فهمني بقى. طيب احنا بس سريعا كده لو اتكلمنا عن الاستاد، الاستاد ده 91000 متفرج تقريبا، يعتبر اكبر استاد من حيث السعه في الشرق الاوسط، ثاني استاد على مستوى افريقيا، اول استاد مغطى في مصر. عظيم. لو اتكلمنا بقى عن دوري في المشروع في تنفيذ كل السساتم او الانظمه الميكانيكيه، احنا اشتغلنا الحمد لله قدرنا ننفذ احدث الانظمه الميكانيكيه في المشروع، من نظام التكييف المركزي، نظام مكافحه الحريق، استخدمنا احدث الانظمه في مكافحه الحريق، عملنا اكبر شبكه صرف، اكبر شبكه تغذيه جوه المشروع، كل ده طبقناه باعلى معايير الجوده وطبقا لمتطلبات الفيفا. احكي لي تفاصيل يعني انظمه انت بتقول دلوقتي مثلا لو اتكلمنا على نظام التكييف المركزي. ايوه احنا الحمد لله الاستاد تقريبا بالكامل مكيف، مركز تكييف مكيف. مركزي مكيف يعني لو في حراره، كل الغرف حراره، كل اللونجات كلها مكيفه. عظيم. سيستم اسمه شيلد ووتر سيستم، ده تكييف بالمياه المبرده. أيوة. ده من احدث انظمه التكييف. أيوة. فالحمد لله ده مطبق هنا بالسيستم بالكامل. لو اتكلمنا على انظمه اطفاء الحريق. أيوة. فاحنا شغالين احدث الانظمه، سيستم اسمه نوفيك، ده سيستم غاز مش مطبق في حتت كتير، فده الحمد لله مطبقينه هنا في المشروع. لو اتكلمنا حتى على ارضيه الملعب اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، فالملعب هنا احنا طبقنا فيه نظام جديد مش موجود في مصر تقريبا خالص، مش موجود غير في الملاعب الاوروبيه، اللي هو الساب اير سيستم. الساب اير سيستم ده اول مره يتطبق في مصر. ده كده في عجاله هو مسؤول عن حاجتين، اول حاجه مسؤول عن تهويه التربه بتاعت ارضيه الملعب. ممتاز. حاجه ثانيه انه يقدر يصرف اي ميه في الملعب اسرع 30 مره من الصرف العادي. ممتاز. وده عشان لو كميه المطر في مصر بقت غير المعتاد، فنقدر لو في ماتش شغال نقدر نكمل الماتش بدون اي مشاكل يعني. فندم انا بشكرك، شكرا جزيلا، كان شرف ليا تواجدك معاك. احنا شرف لي، شكرا يا فندم.